السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع www.easycool.com. كملوا على الدروس ديالنا. المرة غادي نوريكم واحد ليكزامبل تاع واحد البروغرام. انا صايب شو هاد البروغرام غادي نوري لكم دابا. هاد يقوم بهاد العملية ديال la somme de deux nombres. يعني انا شديت مثلا ليكزامبل نيميرو 2 وغادي نقوم بصنع واحد البرنامج كيقوم بحل المشكل ديال لا سوم دو دو نومبر. وظيفه تاع البروغرام اللي صايبتو دابا حاليا، البروغرام ما صايبتوش في الالغوريثم. خصكم تعرفوا ان الالغوريثم ماشي لغه كيصايبو بها البرامج. الالغوريثم غير بلهجيه كتعلمها باش تفهمك اللغات الاخرى. يعني اللغات الاخرى كتبازا على الالغوريثم. بعد الا فهمتي الالغوريثم غادي تفهم ديك الصوره الكامله، باش انك تقوم بعمل برامج باللغات الاخرى الحقيقيه. الالغوريثم راه ماشي لغه حقيقيه، الالغوريثم غير منهج كنعتمدو عليه باش تفهموا اللغات الاخرى. المهم كيف ما قلت لكم، راني درت واحد البروغرام كيقوم بحل المشكل ديال لا سوم دو دو نومبر. هذا هو البروغرام، كتبته بلغه السي. انا كنقرا في اس 4، كنقرا بلغه السي. قلت مثال بسيط، واحد المشكل بسيط كيقوم هذه هي كتبته. هذه هي الخطوات، باش انك هذه الخطوات كما في التعريف الاول، ان الالغوريثم هي مجموعه من الخطوات او الاوامر اللي كنقوم بها باش نحل واحد المشكل معين. جينا نقوم بمحاكاة هذيك الهضرة ديال الألغوريتم مع هادشي اللي تشوفو دابا قدامكم. هادو هما الخطوات اللي قمت بهم أنا باش حليت المشكل. غير أنا ما حليتوش بالألغوريتم، حليتو باللونغاج سي، لونغاج حقيقية. مي الألغوريتم ماشي لونغاج حقيقية. هادو هما الأوامر كيف ما كتشوفو. هادشي متعرضتش ما غادي ديرو بيه والو، متحتاجوش نتوما باش نفهم، نزيد نوضح لكم الصورة فقط. المهم هذا هو الخطوات اللي قمت بها باش غادي نحل المشكل هذا على سان دو دو نومبر. خطوات تعلمتهم غير قريت انا الكور ديال لونغاسي. ها هو البروغرام. البروغرام كيبان على هذا الشكل. هذا في لونغاسي هادشي كما قلت لكم. البروغرام كتعطي لي جوج اعداد، عدد ا وعدد بي. هاد البروغرام شي الوظيفه ديالو كيقوم بعمليه الجمع. مثلا الا عطيتيه 6 كدير اونتري، وكتعطيه العدد الثاني هو 9. نتايا مثلا 6 زائد 9 هي 15، هو غادي يخرج 15. هي كذا، يعني الوظيفة ديال البروغرام راه هي وظيفة، هي هادي وظيفة الجمع. سهل علينا عملية الجمع، بلاص انك ما تجي تدور او سير و تحسب. درت شي بروغرام في البي سي هو كيقوم بديك العملية. و هادشي كيف ما شتو بعينيكم، راه صايبتو بسبلونغا سي، راه ماشي الالغوريتم. اتونسيون من هاد النقطة، راه ماشي الالغوريتم، راه لونغا سي. باش غير نزيد نوضح لكم المشاكل اللي نقدر نحلهم بكمبيوتر الالغوريثم. على العموم سال الدرس هادشي اللي بغيت نزيد نوضح لكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.